دلوقتي ليه زميلنا الصحفي بيلا كورة محمد سعيد، عشان في بعض الأخبار بخصوص القيد، إيه اللي هيحصل في القيد أو إيه اللي حصل خلال الساعات الأخيرة دي. زميلي وصديقي العزيز محمد سعيد، مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أبو حميد، إيه الجديد اللي حصل في موضوع القيد في الاتحاد الأفريقي؟ هيتأجل فعلا؟ بص، هو في مشاورات ويمكن في تحركات بتحصل في الساعات الاخيره بشان مد القيد الافريقي في الفتره القادمه. تمام. يمكن طبعا كلنا عارفين ان اخر موعد يوم 31. السبت اللي جاي 31/8 الساعه 12 بالليل، 12 ودقيقه خلاص القيد هيكون السيستم اتقفل خلاص بالظبط. بالنسبه للمرحله اللي جايه بتاع الدور ال 32 اللي هو الدور التمهيدي الثاني ومباراه السوبر الافريقي، وتبدا تسجل بقى لعيبه بس عشان تلعب الجروب ستيج من شهر 10 باذن الله. طيب، المعلومات اللي عندي ان في تحركات بتتم فعلا اتحاد الكوره، ويمكن دي معلومه رسميه حدثت في الساعات الاخيره، بعت خطاب رسمي للاتحاد الافريقي بيطلب مد القيد حتى يوم 5/9، الميعاد الرسمي اللي كان الكاف حدده 31/8. اتحاد الكوره اتحرك بشكل رسمي اخيرا وبعت الاتحاد الافريقي وقال له يعني نظرا للظروف الاستثنائيه نتيجه استمرار المسابقات المحليه وان القيد المحلي في مصر هيبدا في نفس اليوم اللي هيتم غلق فيه الباب القيد الافريقي، فبنطلب مد القيد الى 5/9. وده يعني شيء مش غريب على الاتحاد الافريقي، ممكن يوافق نتيجه ان التمهيدي الاول اللي كان في شهر 7 اتمد فيه القيد حوالي 5 ايام. فلغايه دلوقتي الموضوع لسه بيتناقش، لسه في مشاورات بيتناقش، يعني ده مش قرار طلع خلاص القيد اتأجل لخمسة تسعة؟ لا، هو طلب من الاتحاد المصري طلب، ولكن لسه لكن لسه الاتحاد الافريقي هيناقشه. بالظبط كده، يعني هو الاتحاد المصري اخيرا اتحرك بشكل رسمي. تمام. وبعت خطاب للاتحاد الافريقي. تمام. خلاص احنا دلوقتي بنتكلم بقى على المستوى الرسمي، اتبعت خطاب واتحاد الكوره طلب في خطابه ان القيد يتمد لغايه 5/9، وشرح كمان وقال عندنا فرقتين هيلعبوا سوبر افريقي يوم 27/9، فهيبقى بالتاكيد الاستثناء ده هيبقى شيء مهم بغض النظر عن مباراه الادوار التمهيديه لدور الابطال وكاس الكونفدراليه. الكاف عنده كذا مشروع لي يعني تنفيذ القرار، يا اما الموافقه على قرار اتحاد الكوره بالتاجيل او بمد القيد لخمسه تسعه. ده هيبقى كويس جدا. لا، ده في حاجه احسن من كده كمان. يا ريت قول. الاتحاد الافريقي بيفكر ان هو يعمل استثناء للاهلي والزمالك عشان السوبر الافريقي، وما يكونش مد للقيد بشكل عام. محمد، يعني بوضوح كده في حد اتدخل مهم يعني عندنا في الرياضة المصرية عشان الموضوع ده يتحرك كده ونحرك المياه الراكدة كده والقيد تاخد تأجيل فيه عشان نقدر سواء أهلي أو زمالك يأيدوا براحتهم بوضوح يعني؟ لا، يعني لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها، لا لغاية دلوقتي بجد على المستوى الرسمي لا، مفيش حد اتحرك. تمام. هو يعني الموضوع عشان يتاخد فيه قرار محتاج يعني ضغط أكتر شوية، لكن هو اتحاد الكوره قام بالهوم ورك بتاعه وبعت وطلب. تمام. الاتحاد تمام. الافريقي برضه هو شايف ان اهلي وزمالك 27/9 طبعا والفرقتين ومحتاج انه يظهر بمظهر كبير جدا ومظهر مهم جدا والكل أكيد. يأيد صفقاته، تتفرج أكيد. على ماتش تقيل جدا في الحاله دي اكيد بالطبع، وهو شايف ان كمان الفرقتين لغايه دلوقتي لسه القيد المحلي في مصر ما بداش، فمطلع على المسائل دي فبيقدم مقترحات، لكن في النهايه القرار لجنه الانديه. طب القرار يتاخد في خلال قد ايه يا محمد؟ يعني اعتقد قبل يوم الخميس بالليل لو ما اتاخدش قرار هيبقى الامر صعب شويه، هو محتاج زقه. يعني بنتكلم في 48 ساعه. 48 ساعه حاسمه، وبجد هو محتاج زقه اكتر من كده بعيد بقى عن المستويات الرسميه، لان الموضوع هيبقى صعب على الانديه ب 24 ساعه. بوضوح شديد جدا. محتاج زقه من المهندس هاني ابو ريده بوضوح. اكيد اكيد اكيد. ايوه طبعا كده، اقول لي على طول. اكيد طبعا، لان القرار مد القيد ده مش قرار بسيط، وده قرار بيستدعي اجتماع للجنة الانديه، فبالتاكيد لما بيكون في تدخل من الاكسكو اللجنه التنفيذيه اكيد اللجان المعنيه بتستجيب وبتاخد قرار يعني. تمام تمام. طيب محمد، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بكره في معسكر للمنتخب ولا لا؟ حتى الان ايوه المفروض. حتى الان المفروض. انت والكلام متخيل، ان انت هو متخيل ان وانت بنتناقش في ايه؟ بنتكلم يعني في بنتكلم في معسكر فرضيات. ولا لا؟ يعني انت شوف احنا بنتكلم، انا مش عارف، موضوع غريب جدا بصراحه. ما احنا بنتكلم في موضوع فرضيات، ما بنتكلمش في حاجه يعني معلنه لغايه دلوقتي، لان المنتخب عنده مشكله في مساله انضمام اللاعبين. يعني هم الكلام اللي اتقال يعني لغايه دلوقتي المنتخب هيبدا معسكره بكره ويتمرن الثلاث ايام اللي جايه في استاد السلام،
ويبدا بقى تدريباته في استاد القاهره من اول 9. ايوه محمد بعد اذنك، مين فين اللعيبه؟ ما هي دي بقى الجزئيه اللي ما حدش لغايه دلوقتي واضح وبيعلن تفاصيلها ايه. بس ما ده اللي انا عايز اعرفه، كابتن حسام بكره هيروح استاد السلام هيدرب مين؟ اعتقد مجموعه بخلاف لعيب الاهلي والزمالك. ما هو فين؟ ما عندك بيراميدز، خليك معايا، بيراميدز بيلعبوا سيمي فاينل دلوقتي. بالظبط. ولو كسبوا هيلعبوا ايه؟ النهائي يوم الجمعه، صح؟ مظبوط. طيب وعندك مين تاني؟ ما عندكش حد تاني غير مهدي سليمان من الاتحاد، خالد صبحي، وممكن الشيمي من المصري. بس انا اعتقد محمد الشامي، اسف، انا اعتقد ان جهاز المنتخب ما عندوش معلومه عشان كده ما اعلنش لغايه دلوقتي، لكن الشيء المؤكد اللي اعلنوه ان المفترض ان المعسكر يبدا بكره، هيتمرنوا حوالي 48 ساعه و72 ساعه في استاد السلام، وبعد كده يبدا المعسكر ينتقل بالتدريبات بتاعته في استاد القاهره. مين اللي موجود في المعسكر؟ لا مفيش. مين اللي هيتدرب؟ مفيش. لا جهاز المنتخب لغايه دلوقتي لوحده بدون لاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين، وقد يكون بيراميدز كمان. طبعا وقد يكون بيراميدز طبعا. محمد عايز اسالك سؤال برضو اخير عن بطوله الانتر كونتيننتال. احنا عارفين دلوقتي ان العين هيلاعب اوكلاند، الفائز هيلاعب النادي الاهلي في استاد القاهره، صح الكلام؟ مظبوط مظبوط. هل مزبوط فعلا في جايزه مليون دولار للفائز من الاهلي والعين؟ طيب انا هقول لك على مجموعه من المفاجآت حصلت في الساعات الاخيره. في خطاب اتبعت بالامس للاتحاد الافريقي ولكل الانديه المعنيه بالمشاركه في البطوله. 22/9 العين واوكلاند سيتي في ملعب الزعب انزاي. تمام. الجوائز الماليه على المستوى الرسمي لسه ما اتبعتتش، ولكن اتقال في الخطاب ده ايه؟ ايوه. ان في حاجتين هيحصلوا في الايام اللي جايه. اولا في اجتماع هيجمع الاهلي والعين واوكلاند سيتي مع الاتحاد المصري والاتحاد الاماراتي والاتحاد النيوزيلندي مع الاتحادات القاريه مع الفيفا. تمام. عشان يحطوا الرولز المتعلقه بلوائح المباراتين دول. تمام. بعد كده هيبقى في لوائح المنظمه للبطوله وقواعد المشاركه بالنسبه لقوائم اللاعبين ومكافئات البطوله هيتم ارسالها خلال الايام القادمه. أيوة. يعني ده في الخطاب اتحط فيه بعض البنود ديت. لما سالت قطاع البطوله في اداره البطوله في الاتحاد الدولي، طب ايه اللي ممكن يتم في الفتره اللي جايه؟ قالوا المكتب التنفيذي هينعقد عشان حاجتين. اللجنه التنفيذيه في الفيفا هتعمل حاجتين، اولا هتحدد المباراه اللي ما بين بطل امريكا الجنوبيه مع باتشوكا المكسيكي يوم 11 ديسمبر هتتلعب فين؟ وفي نفس الوقت المكان اللي هيتلعب فيه المباراه دي هيتلعب نفس الامر، ماتش 14 السيمي فاينال وماتش 18 المباراه النهائيه مع ريال مدريد. تمام. فدول ثلاث مباريات اللجنه التنفيذيه بتاعت الفيفا هتعلن الثلاث مباريات دول هيتلعبوا فين في مكان واحد، الاقرب قطر، ولكن هننتظر الاعلان الرسمي. تمام. وكفاءه البطوله. أيوة. الاقتراحات ماشيه بشكل ايه؟ ان المباراه الاولى ما بين اوكلاند والعين الاماراتي. الفريق الفايز في هذا اللقاء هيحصل على مليون دولار والخاسر نص مليون دولار. العين العين واوكلاند، الفائز مليون دولار والخاسر 500,000 دولار. بالظبط. طيب الكسبان هيروح يلعب الاهلي. بالظبط كده، تنتقل الى مباراه القاهره. اه. الخاسر هياخد له حوالي 500,000 دولار، والفايز بتتكلم في 2 مليون دولار. ونهار ابيض. فانت بتتكلم في ده كلام محترم جدا، صفقة جداً. دي للاهلي صفقه دي. فانت صفقه على طول. صفقه مثلا. فانت بتتكلم في تصاعد بحيث لما توصل للمباراه النهائيه يعني جائزه المباراه النهائيه لوحدها لما تكسب البطوله من 5 الى 6 مليون دولار. تمام تمام. 5 الى 6 مليون دولار. بقول لك ايه بقى، تعالى نروح للحاجه المهمه جدا. بيريرا قاعد ولا ماشي؟ لا خلاص، يعني القرار الرسمي هيعلن يوم السبت بعد نهائي كاس مصر ان بنسبه يعني تتخطى 90% بيريرا خلاص مهمته انتهت، وسيتم التاكيد على نفس الامور اللي تم تاكيدها قبل كده، خلاص انت امرك انتهى، لم متعلقاته، اتحاد الكره ما يقدرش اصلا ياخد قرار بالتجديد لبيريرا الا بعد الرجوع للجهه الاداريه. طيب. لان اتحاد الكره مدته انتهت، مين المرشح لبيريرا؟ أيوة. في الشهور القليله المقبله بنسبه كبيره الكابتن محمد فاروق. كابتن مين؟ محمد فاروق نائب رئيس اللجنه. هيبقى رئيس لجنه الحكام في الموسم الجديد؟ لا، في الفترة الانتقالية اللي جاية. الفترة الانتقالية. بالظبط بالظبط كده. لأن الفترة دي اللي هيتعمل فيها معسكرات الموسم الجديد وهيتعمل فيها الكشف الطبي والتحضير للقائمة الدولية. في وجود الكابتن إبراهيم نور الدين. والله أنا بالنسبة لي لغاية دلوقتي الكابتن إبراهيم نور الدين ما فيش قرار معلن من الاتحاد إن هو موجود، فأنا لا، هو قال أكد لي إن القرار طلع وموجود بس هيعلن مع بداية الموسم الجديد، عشان قال لي كل اللي حصل السنة اللي فاتت أنا ماليش ذنب فيه. فنبدأ موسم جديد من أوله. بس هو دلوقتي انا شايف ان ليه جولات بيحضر مع الحكام انا بصراحه بص اتكلم معاك بكل امانه،
المشهد العام داخل اتحاد الكوره والتعامل مع لجنه الحكام بيفتقد للشفافيه. يعني الامور مش واضحه بالنسبه لنا. انا هقول لك على معلومه، في حكام لغايه اللحظه دي بيرفضوا التعامل مع الكابتن ابراهيم نور الدين بما يعني يعلن في وسائل الاعلام ان هو مسؤول داخل اللجنه، لان هم كحكام هو حكم عامل معاهم، ولكن مفيش قرار معلن للحكام انفسهم من خلال اللجنه او من خلال الاتحاد ان هو مسؤول. انا دلوقتي مثلا لو قفلت معايا وكلمت الكابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنه، هل الكابتن ابراهيم نور الدين اصبح عضو معاكم في لجنه الحكام؟ هيقول لك لا. يعني انت لو سالت لجنه الحكام نفسها هل انا بقول لك انا كلمت الكابتن ابراهيم نور الدين وقال لي القرار طلع ومعايا، معايا نسخه منه. معاه نسخه منه اوكي، بس انا في النهايه انا بتعامل مع قرارات رسميه طالعه من الاتحاد. الاتحاد لما خد قرار باعلان اعضاء اللجنه الجدد قال وقتها الكابتن عزب حجاج والكابتن سامي فاروق، وتوجيه الشكر للثلاثي اللي كانوا موجودين في اللجنه، ففي اعلانات رسميه قبل كده عن الاعضاء اللي موجودين. هي الفكره في حد ذاتها لما بيكون في وضوح من مجلس اداره الاتحاد بنقدر نتعامل مع هذه القرارات ونقيم، لان احنا دورنا ان احنا نقيم ونشوف الموضوع ماشي ازاي. ولكن عموما طالما بيريرا انتهت مدته وهيتم تكليف الكابتن محمد فاروق برئاسه اللجنه الفتره اللي جايه، هنتعامل بقى بشكل مباشر مع الكابتن محمد فاروق لانه هو اكثر واحد كان موجود في المكان طبعًا. ده خلال اخر سنتين طبعًا. سواء مع بيريرا او حتى مع مارك كلاتنبرغ. وبعد الكابتن محمد فاروق عندك معلومه مين القادم؟ زي ما اكدت لك قبل كده شخصية مصرية، حكم ما انا عارف انه مصري، يعني احنا هنجيب حكم يعني رئيس لجنة حكام من بره؟ ما هو كان ممكن يكون حكم اجنبي تاني زي تجربة بيريرا. لا ما اعتقدش بعد اللي حصل السنة دي، ما اعتقدش. صدقني كل شيء وارد. طيب ماشي. كل شيء وارد، ولكن هي الرؤية اكتر بتتجه للحكم المصري. مش عايز اقول الاسماء دلوقتي. خليها الحكم المصري لغاية دلوقتي. ماشي تمام، اشكرك يا محمد سعيد، اشكرك شكرا جزيلا. الصحفي بيلا كورة.